ازاي تكريت جيت هاب اكونت بكل سهوله. اول حاجه تفتح جيت هاب، موقع جيت هاب، وهيطلب منك في البدايه تسجيل الدخول. هتسجل، بعد ما تسجل هتيجي هنا على علامه البلس وتضغط عليها، تظهر لك القائمه، تختار منها نيو ريبوزيتوري. هتسمي الجيت هاب بتاعك وليكن تختار بقى البروجكت بتاعك هيبقى بابليك ولا برايفت، عايز تضيف له ريدمي فايل ولا لا عشان تعدل اي تعديلات او اي تكست عايز تضيفها للبروجكت، دوكيومنتيشن، اي حاجه توضح البروجكت ده بخصوص ايه، وتضغط كرييت ريبوزيتوري. عندك شويه الانستراكشن دي هتمشي عليها وان باي وان، هتفتح التيرمينال بتاعتك وتبدا في اللوكال. بقى عندك في اللوكال هنا تروح الباص بتاع الخاص بالبروجكت بتاعك وتبدأ تعمل سي دي والباص للبروجكت، وتقوم قايل له ايه اول حاجة جيت نت. طبعا المفروض انت بقى عندك مسطب الجيت اصلا كده، قال لك انيشيلايزد امبتي جيت ريبوزيتوري، خلاص بقى اصبح دلوقتي الباص بتاعك جيت عنده اهو. بص ده الباص اهو كله ايه، وفي الاخر جه راح ضايف له ايه دوت جيت. تمام، بعد كده هتبدأ تقوم قايل له انا عايز الكوميت بتاعتي، الكوميت مسج بتاعتك وليكن مثلا initialization، initializing حسب بقى انت بتعمل ايه، مثلا اب سيم مثلا حسب دي المسج بتاعتك. جيت اد في الاول لازم تقول له جيت اد، سوري ادد، خلاص nothing added to commit هنا. ده اول ما قلت له جيت اد راح ضاف لي بقى ايه شويه الملفات دي، عاطف كولر، عاطف سيم، شويه الملفات دي ضافت. تبدا بقى تضيف له الكوميت مسج بتاعتك، فراح ضاف كل الملفات اهو بالمسج دي في الكوميت. بعد كده تبدأ تقول له انا عايز اضيف الاوريجين بتاعي اللي هو اليو ار ال، يعني اليو ار ال ده الخاص بالبروجكت اللي احنا عملناه دلوقتي. تبدأ تقول له جيت ريموت اد اوريجين، وتاخد كوبي لللينك ده، او هتاخد السطر ده كله من البداية من هنا كوبي، خلاص جيت ريموت اد اوريجين، وتيجي هنا تضيفه. خلاص هو دلوقتي بقى عنده جيت ريموت اد، بقى عنده دلوقتي البروجكت اللي عندك في اللوكال ده مربوط بمساحه على جيت هاب اسمها ريبوزيتوري. خلاص المساحه دي موجوده وجاهزه ليك انك انت تبلش البروجكت بتاعك لوكال، يبقى موجود ريموت. وانت طبعا مختار هو بابليك ولا برايفت، تقدر تغير بابليك وبرايفت، يعني الناس اللي موجوده على جيت هاب او البروفايلز اللي موجوده على جيت هاب تقدر تاكسس البروجكت بتاعك ولا لا. بس كده انت عملت جيت هاب ريبوزيتوري. فانت دلوقتي المفروض انك انت هتيجي هنا كرييت، لا امبورت كنترول انيبر فيرجن كنترول انتجريشن، فيبدا يضيف لك التول بار ده. وكده انت عندك البروجكت بتاعك انيشالايزد وببلشد، على تقدر بقى انك انت تقول له ببلش دلوقتي انيشاليزنج. شايفين دي الكوميت اللي انا عملتها من شويه اهي، والمسج اهو تمام، ودي الفايلز اللي اتضافت معاها. هتبدا بس تعمل بابلش وخلاص على كده. شكرا.